رجعنا لكم مشاهدينا واكيد مكملين وياكم اليوم. مثل ما اخذنا قبل قليل انه كان محور حلقتنا لهذا اليوم هو غلاء اسعار المواد التجميليه والمكملات الغذائيه وايضا تضارب الادويه بين صيدليه وصيدليه، وعدناكم انه حنستضيف شخص متخصص بهذا الموضوع، واكيد انضمت لنا الى الاستوديو الدكتوره الصيدلانيه رويده المشهداني. صباح الخير. صباح الخير دكتورة، ومنورتنا طبعا. صباح الخير محمد. الله يخليك. طبعا موضوع حلقتنا هو اليوم يحكي على موضوع الأدوية وغلاءها، يعني من صيدلية لأخرى ومن مكان لآخر، فأنت شو رأيك بهالموضوع؟ والله بالنسبة للمواطن العراقي أو المريض العراقي دا يسعى هسه أنه جاهد بين صيدلية وصيدلية، أكو تضارب الأسعار، ناس بيها اللي تبيع غالي وناس بيها اللي تبيع شيء بسيط. بالنسبة لي نحكيها سابقا كنظام سابق انه كان نسبة الارباح في الصيدليات من 20 إلى 25%، هاي كنسبة يحطها الصيدلاني، هاي كلش نسبة يعني نقول زينة، بس هاي طبعا حسب ما نقول انه منظمة النفط بدأ يعني بدل الغذاء والدواء والهيتشي شي زمن صدام مال النفط مقابل الغذاء. نعم، فهذاك كان حتى يخصصون للمستشفيات الحكوميه تجيبها من منشئها الاصلي هي سويسري، وتهيئها الحكومه انه بطريقه انه توصل للبيشنت او المريض باسعار مناسبه جدا. بس هسه حاليا كصيدلياتنا انه توسع بشيء اكثر، الشيء الحلو اللي صار هسه انه كل مجاميع الادويه وكل المناشئ والشركات الاصليه عن طريق الاستيراد متوفره بكل الصيدليات، بس الغلاء بالنسبه للاسعار كاسعار او كنسب اختلفت بهيك شيء. طيب معناته يعني الحق على الصيدلي لو الحق انه احنا ما عندنا قوانين وانظمه تحدد اسعار الادويه؟ والله حاليا انه هي كرقابه اكو رقابه، بس من هالناحيه انه كصيدلاني حسب ناس تريد هيجي وناس تريد هيجي. شلون يعني؟ بس قصدي انه كزبون او صيدليه انه يعني كمناطق مختلفه انه هاي المنطقه بها ناس كتهجير او هاي المنطقه ما بها شيء محميه هيجي شيء، فيستغلون اكو بهم بعض الصيدليات تستغل هيجي شيء، بس اكو بعض الصيدليات للامانه انه اني شايفتهم يعني او سامعه عنهم او اني كنت بصيدليه انه من يخصصون مبلغ بسيط او يساعدون العوائل المحتاجه والنازحه او يخفضون من سعر الادويه، بس بعض اكو ادويه انه تيجي هي اوريدي يعني غاليه فيحطون نسبه كلش قليله عليها، فالمريض انه حسب الطبيب انه احتمال يكتب له انه الا هذا الدواء ما يمالمه، خلص بعض في حالات الامراض انه ما يمالمه اي دواء. يعني افهم من كلامك انه الحق بهيك حاله على الصيدلي، يعني الصيدلي ممكن انه يكون مستغل لظروف المنطقه او لظروف الشخص، والرقابه بهيك حاله وين راحت؟ والله الرقابه موجوده، هي من سنه 2004 موجوده رقابه بالعراق، وانا شايفه حاليا بكل مكان انه تطلع لجان تفتيشيه، مؤسسات الحكوميه تبعث هيك شيء، ناس متخصصين انه يدخلون حتى فجائي بشيء فجائي للصيدليات يفتشون عن الادويه الاكسباير او الادويه المغشوشه او يفتشون عن غلاء الاسعار، واحيانا يسالون المرضى انه يختبرون الصيدلاني انه اذا ينطي ادويه غير مسموح بها انه تنطي المريض او بنفس الوقت عن غلاء الاسعار. اريد اسالك على مود موضوع الادويه الحكوميه، يعني الام او اتش احنا نسميها. نعم. اكو عالم مثلا يمسحون الام او اتش وبيعوا. نعم. واكو موضوع ثاني، يعني اكو بالصيدليات فعلا ادويه اكسباير تنباع لو لا؟ والله مثل حسب ما يقولون، حسب ما نقول اكو ناس متخصصين يقولون انه العراق مستحيل تدخل له هيك شيء، وهذا شغلات ادعاءات او كذب هيك شيء، حتى يعني ماكو حسب ما نقول اكو تفتيشات، بس اكو بعض الصيدليات ياخذون هيك شيء ويضموه، احنا ما نقدر نسيطر على هيك شيء. بس بالنسبه للموضوع اللي قلت لي عليه هسه اكو هيك حالات انا شايفه، وشايفه لجان رقابيه يعني غلقت الصيدليه خلاص وشمعتها، وهذا الشيء اللي حسسني اني انه كاعتباري عندي عائله باطمئنان اكثر انه ما راح يصير مثلا تجاوز على حقوق المريض باستغلاله. بس اكو بعض الصيدليات نقول عليها خدع صيدليه انه يمسح بالسبيرتو حسب ما شفت اني، ويسوي مراوغات للبيشنت المريض اللي يجي، تعرفين المريض اللي يجي يجي بحاله يعني انه مو يستفسر عن شغلات، بس في شغلات انه الادويه اذا كانت اصليه او
فالصيدلاني يجي باسلوب انه نقول كوستمر سيرفيس، يحكي وياه باسلوب وبشقه وبهيك حتى البيشنت يكون اكثر ابتعادا، انه اكسباير هذا مو اكسباير هذا هيك، فيخد على المريض يريحه نفسيا. فيخد على المريض ينطي جرعه التخدير مثل ما نقول، فيخد على المريض انه حتى ياخذ العلاج، بس المريض من ياخذه ما يجيب بي نتيجه او شيء، فيرجع يسبب مشاكل للدكتور ويرجع الدكتور يعاني من مشكله او المريض يصير عليه مثل ما نقول تاثيرات جانبيه، فهيك شيء يعني حرام الموضوع يعني. طيب خليني اسالك سؤال يعني خطر على بالي وهو موجود ويمكن من سنوات، فعلا يقال انه اكو اتفاقيه احيانا تتم بين الدكتور وبين الصيدلاني اذا اكو تضخم للادويه موجوده بالصيدليه، فالدكتور يمرر هذا الدواء بكل راشيته حتى يمشي الدواء من الصيدليه؟ والله بصراحة أنا بطبعي صريحة وأحب يعني أنه خصوصا هيجي مواضيع يعني أنا بنفسي يعني هي مثيرة للجدل ولكن هذا واقع. اشتغلت بنفسي كسوبرفايزر لشركات فمن رحت كدكتور أكو بعض الأطباء لهم نسبة بالصيدلية أو ما يدفع إيجار الله عليك. فالصيدليات بصراحة أحكيها يعني أنا نقول مراعاة أنه عندي عائلة أو أني أمر بهيك مرحلة طبعا، وهي أكيد أمانة المهنة أيضا. نعم فأكو يتفقون، بس أكو أطباء للأمانة أوكي اتفاق لازم يعني بزنس، بس انه بشرط الادويه تكون لا من النوع التلفان ومن النوع اللي شركات عالميه يعني الى نسبه بها، مو ما الى نسبه بس يعني كبيشنت انه يضغط عليه او هو حر، بس الى اكسباير الادويه الصيدليه هي اللي ولو انا يعني المفروض ما انطي بجماعتي، بس الصيدليه هي اللي يضغطون على الدكتور دكتور يا اما هيك شيء اما هيك، فالدكتور يحس نفسه انه سترس يعني مقيد انه طيب زين بلكي هذا الدواء يعني ما يوالم اي والله الدكتور يعني اللي هو اي مريض، بلكي الى تداخلات دوائيه مع دواء اخر يعني انا اعاني مرتها على الصعيد الشخصي يعني يصر علي للدواء يعني بس شو يعني، واذا المريض عنده شويه ثقافه عامه ويناقش الدكتور يكشف هذا الموضوع انه هذا الدواء يعني ما له علاقه بمرضي يعني شنو مكتوب بكل الراشيتات. صحيح، بس هو حسب كدكتور هو بقت هو ضمير الدكتور اذا اكو هيك حالات بس اكو دكتور والله يعني يوصف هيك شيء يقول للمريض مثلا انه هذا العلاج تقدر تاخذه، يقول له يا دكتور انا امكانيتي ما تساعد يعني او هيك شيء او هذا غالي او هالشهر اوكي مو مشكله يعني اقدر انا اخفض لك من سعره، او بالمناسبه السوبرفايزر من يجي الدكتور يحط سامبل من شركه فيجمع الدكتور عده سامبلات صح دائما فمرات ينطيها للبيشنت المريض يقول له هذا الك جربه يعني مو اقصد انه جربه انما شوف اذا ما قدرت تشتري هذا هو هيك يحط لي اياك سامبل. صح فناس يجوا ناس يجوا وناس تقول لك الطبيب المريض مضطر انه يعني هو غصبا ما عليه يروح يشتري، مشكلته هاي مهجر مو مهجر فهي حسب يعني. تعرفين احنا كنا دارسين يعني بموضوع الطب الفارماكولوجي بها تسميات خاصه خصوصا باللاتيني. ففعلا اكو بعض الاطباء يعني مثلا من يكتب الوصفه اذا هو متفق ويا صيدليه يكتبها برموز لاتينيه او برموز معينه حتى يعني حصرا من هاي الصيدليه. صحيح صحيح انا شايفه هيك حتى اكو يعني بالمستشفيات الحكوميه هم هيك شيء. بس احنا اخذنا رايك كصيدلانيه وراح حيجي دكتور اسمه عين ناخذ رايك كدكتور يعني اليوم حلقه طبيه باختصاص. اكو اطباء يكتبون رموز، انا وحده من هاي الستاف اللي كنت كمستشفى انه من يجي طبيب يكتب لي كذا رمز يقول اختصارا، هاي بالمستشفيات الحكوميه ما يستفادوا شيء طبعا ما تجي نسبه، بس اكو اطباء يقول لك هذا طبيب انه بروفيشنال يعني كلش ناجح، فالمريض من يروح له يضطر ما يروح على غير احد فيسمع كلامه كلش يكون كود هذا اي فيكتب الكود ما يلقيها باي صيدليات بهاي الصيدليه، والصيدليه هم من ارجع واقول الصيدليه احتمال تضغط على الدكتور وتقول له دكتور هيك وهيك، فالدكتور يعني مقيد احتمال الدكتور هم من يعني على اي اساس تضغط عليه صيدليه يعني بشارع اكو 10 صيدليات ليش تضغط الصيدليه على المريض؟ وهي نسبه يعني هالشكل نسبه وتناسب. حلو زين. سؤال ايضا يثير الجدل واحنا اليوم بدنا ندور مشاكل. اللي عرفناه يمكن اكثر يجوز بالسنوات اللي راحت اكثر من هسه، واكيد فرق المحافظات عن اقليم كردستان، انه اكو ادويه كثيره هي لها علاقه بالادمان. نعم. هي طبعا هي هاي الأدوية صنعت لأغراض معينة. نعم.
اوكي اللي هي احنا جماعتنا او بالشارع اللغه العاميه يسموها حبوب الكبسله او غيرها من هالامور. مو اسئله جديده لها صفر واحد صفر اثنين. صدق هنا واصله ثقافتي. كلها كودات. اي كلها كودات حبيبي. طيب هذه يفترض هي ممنوعه بس اكو صيادله ويبيعوها بشكل يعني تحت الطاوله وبسوق سوداء وكثير من العالم مدمنه عليها. الرقابه هنا وين دورها بالموضوع؟ والله أنا كرقابة هي أكو تفتيش والرقابة هواي اشتكوا ناس من هيك حالات وأنا يعني شفت سابقا أنه قلت تشمعوا صيدلية بالشمع الأحمر لأن دزوا من عندهم ستاف لبسوا لبس عادي أنه يطب كأنه هو بيشنت مريض ويتوسل بالهذا أو أنا تعبانة وعندي ضغط. بس أكو حالات يجي مثلا الصيدلاني يعرف هذا أنه جيرانهم أو أقاربهم يدروا أنه هذا المريض مثلا هو يعاني من يعني شغلات باطنية يحتاج مثلا كارتفاع ضغط كشي فيحتاج مثلا نقول نضرب مثلا بالفاليوم يحتاج مثلا تابلت الفاليوم فعلى الثقة انه ينطيه كجيران او كشي. بس الصيدلان اللي يريد انه يعني يودي نفسه الى التهلكة يبيع للرايح وجاي من هاي هيك يعني شغلات هيك. بس كمستشفى عادة يكون عنده زبائن يعني متعود عليهم فباني ثقة بيناتهم. نعم بس هم من اشوف حالات بالصيدليه انه عادي الى يعطي مبلغ يعرض عليه مبلغ مالي خلص اكو حالات اكو حالات شايفه اني وبعيني. واني حتى انه وقفت على صفحه انه انتظر ايش راح يتصرف ايش تصرف بس احتماله انه هو ما اعرف عنده كواسطه كرقابه احتمال هو مطمئن من كل النواحي مأمن على نفسه انه ما اعرف احتمال هو مو صيدلاني واقف في الصيدليه. اكو اغلب الصيدليات ما يوقفوا صيادله وانما يوقفون. ها انتم غير تاجرون الاجازه والامتياز مالتكم هي هاي النتاج والله. المشاكل والله بصراحه هسه تحملين اليوم بس هي حقائق احنا نحب نوضحها ويعني ننتهز فرصه وجودك ويانا. موضوع مهم جدا هو اول شيء موضوع الاجازه والامتياز اريد اسالك عليه يعني تحكي لي عليه يعني شو يعني مثلا اللي يبيع اجازه وامتياز شرط يوقف بالصيدليه لو مو شرط هذا اول سؤال. حسب شروط النقابه انه المفروض متواجد بس هو اتفاق يجري بين الصيدلاني المالك الصيدليه. يعني ستي توقفين بصيدليه لو منطيتها وما واقفه؟ والله اني لا منطيتها واقفه ولا بس يعني اني حسب ما شايفه زملائي اللي ماخذين اجازه قبلي انه كصيدليه من مأجريها او في بعض الاحوال كصيدليات من اروح لك السوبرفايزر سابقا انه شكو شنو اليوم ايش بيكم مخبوصين جماعه الرقابه جوي ينطون من جماعه الرقابه خبر صيدليه تنطي اشاره لهاي الصيدليه هاي الاشاره هاي الصيدليه دق على الصيدلانيه بتعيت واجدي كذا ساعه راح يجي كذا ساعه على قد ما هاي وتروح او تجي تداوم لها ساعه ساعتين باليوم هيك الشفة. بس مجرد الدكتور يعني اكو اكثر من العراق من الدول القليله جدا انه يطلقون لقب الدكتور على الصيدلاني صراحه. نعم. زين يعني هذا الشيء دا يخلي انه الصيدلاني دا ينطي علاج في بعض الاحيان دا يشخص في بعض الاحيان. صحيح. فانت شنو رايك بهالموضوع؟ والله يعني مرات اشوف انه صيدلاني يعني المريض يقول لك اني احسن ما اروح للدكتور اصرف لي كذا وصفه بكذا سعر. سكرتير احتمال السكرتير من النوع اللي شوية إذا خصوصا الدكتور كان درجة أولى رح يلقي عنده كوما مرضى موجودين فتعال أقعد أطل السكرتير 5000 حتى يفوتني وتعال أقعد لما يوصلني السرة وأني أعاني من قلب أو سكر أو ضغط ما أتحمل أو عندي مثل ما نقول ولادة حديثة. فهاي الأمور كلها كعراق شوية صعبة عندنا. فلما يجي مثلا للدكتور أو يقول له أنه أقول لك أروح للصيدلاني أحسن أو المعاون الطبي اللي هو مسوي دكتور أروح لأحسن آني هذا يوصف لي وبدون لا أصرف وصفة ولا أشوف دكتور ولا أخبص روحي ولا كله. طيب حسألك سؤال أيضا هو يعني من واقع حالنا. نعم. إذا نقارن إحنا قبل وأتذكر من كنا صغار ما كان يعني ما كان أحد يقدر يروح يجيب أدوية من الصيدلية بدون الراشيتة. طبعا وهذا طبعا بكل دول العالم يعني حباية الباراسيتمول أو الكولد فلو أو كل هاي الشغلات البسيطة. نعم. ما تقدرين تصر فيها إذا بدون راشيتة. اليوم إحنا ما عندنا قوانين بهذا الموضوع أو الشعب ما عنده ثقافة أو الصيدلاني أيضا ما ملتزم هالموضوع. أي واحد يروح يطلب جميع أنواع الأدوية والأبر وأي شيء يعني خطر يطلبه عادي بدون راشيتة نهائيا. نعم. هو الغلط أول شيء يعني من الصيدلية المفروض من يجي مريض يعني مو بسهولة ينطي أي دواء. قوانين إحنا عندنا بهالموضوع؟ القوانين ما عندنا بهالموضوع. أنا أتمنى يصير عندنا قوانين بهالموضوع لأن
حسب ما احنا عندنا جماعتنا يعني كأصدقاء خارج العراق، ثقي واعتقدي بالله انه شهر كامل بس على مود انتي فايرال قطره. دا اقول لك طفله صغيره يعني باوروبا هالشكل، مرات يوصون على حبايه باراسيتامول ما يقدرون اذا مو روحه الطبيب هو اللي يحدد هذا يوصون الموضوع. لهنا يعني يوصون لهنا لا وانت تدزيلهم يعني انت مشتركه بالموضوع يردوها مثلا للطوارئ عرفت انه مستحيل اذا مو روحه الطبيب والطبيب حجزه قبل فتره ويحدد. وليش تخيلي انه طبيب باوروبا اكو شخص يعاني من الاماجرين اللي هو الصداع النصفي اللي هو اصعب حالات الصداع، رايح للطبيب باوروبا ورايح الطبيب للنرويج، الاثنين قايلين له اخر شيء نفكر نكتب لك اياه التريتمنت اللي هو العلاج، تشرب 3 لترات مي يوميا وراح تشوف نفسك خلال. تخيلي الطب هناك وين راح ناخذ حلو هذا الدواء احنا عندنا عادي كرزات اذا ما كرز لا احنا ابوي صديق العائله العراقي الباراسيتول نقول صديق العائله العراقي اي والفلو اوت وهو لا مرات اذا التابلت ما يفيد يعني اكو اشخاص مثلا يعني الحبوب ما تفيد يقول لا انا هلا ابغى لا احنا الحبوب يعني ما الشعب العراقي كله الدكتور نفسه يعني خلاص بدون ماكو داعي هاي للطوارئ الكبائر نروح للاطباء كنا نكتب راشد بس فعلا يعني مثلا الساعه متاخره بالليل وين ألقى الدكتور مثلا والمستشفيات الحكومية تعاني يعني مرات الصيدلي يساعد صراحة. بس أنا اللي لاحظته فرق بين بقية محافظات العراق وبين إقليم كردستان جدا بموضوع الأدوية يعني على الصعيد الرليف يعني أي أبسط شيء ممنوع 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 بس أكو أدوية أكو ممنوعة أكو يجيبون صدق بس الرقابة يعني جدا أنا أبدي إعجابي بالرقابة خصوصا يعني بالإقليم كردستان لأنه كلش حريصة. أنا بنفسي شفت هيك شيء انه راحت للصيدليات وباسلوب اخذت السحبه من كل مداخر وحتى لكفت الريليف ريليف حتى كعصاره الريليف يعني الادويه المقرره لم تقر بها نقابه الصيادله. هو فعلا يسوي ادمان يعني دكتوره لو شنو؟ نعم هو من المواد الماته الاكتيفيتي المواد الفعاله مالته انه تكون اكو فد ماده اللي هي ما حاطيها نسبه اللي هي نقول ادكت البيشنت يصير عليها مدمن. هاي المادة ما كاتبيها على الغلاف الخارجي فالمريض ياخذ الحباية يقول لك انا ارتاحت يعني هي كلش خطرة بحيث تخلي الواحد حتى اذا كان يسوق السيارة بخمس دقائق انه يفقد السيطرة خلاص يعني يخدر تماما. فاكو بعض المرضى يحبون يجي شعور انه يطلعوا من شعور قد يكون شعور عاطفي او قد يكون شعور بالشغل تعرفين هسه كلها بطالة قد يكون فاقول لك انا علاش رايحة اروح اضربني نومه هو دي ما يدري دي يتلف جسمه دي يعود نفسه على شغلات راح اتضرب المستقبل. طيب خلينا نطلع من عالم الادويه الى عالم المكياجات والمواد التجميليه الكوزمتكس والمواد المكملات الغذائيه. هل بالفعل انه اكو نوع انواع من الميك اب هي يعني داخل بها امور طبيه ولهذا تباع باسعار مختلفه بالصيدليه؟ شوفي الميك اب اني خصوصا يعني بموسم الصيف احنا نعاني من هذا الواقع الشمسي يقعد يشرح عليه ساعه طبعا. اني باعتباري كبنيه بعيدا عن الصيدله او شيء او باقي البنات اكثر شيء ينجذبوا للميك اب طبعا هو الميك اب ناس تجي بيه تقول انه هذا الماركه الاصليه ناس تجي تقول هذا الكوبي. فبعض الصيدليات يباع طبعا الصيدليه هي جزء منها يكون ميك اب ومواد تجميل وشغلات يعني يعني انا عارفه انه اي شيء يفوت بالصيدليه على اساس هذا هذا الاصلي هاي الناس متوقعته هيك شيء بس ماكو الشامبو نفسه بالصيدليه بس برا غير بس هذا اورجينال. انا اقول ليش ماكو هيك شيء أنا أفضل أشتري أنا أفضل أشتري من المولات بصراحة أنه مو دعما للمولات وإنما أنا أعرف أصحاب المولات 6 شهور عقد ويا أي صاحب كوزمتك المواد التجميل أو شيء إلا مقابلة إلا يعرض الشغلات يعرضوها تيست على ناس تجربها يلا يعرضوها لأنه أبو المول يقول لك أنا سمعة طبعا من يصير شيء يقول لك هذا المول مغشوش. بس بالنسبة للصيدلية من اصحاب الوكالات يسحبون اي وكاله عندك يسحب او اي شيء يسحب يقول لك هذا نازل هسه موديل او يسحب. انا مو اكثر بس وانما اكو شغلات نفس المولات نفس الشيء تعرفين من انا المشاهدات اللي دا يشوفونه نقول لهم انه هاي خدعه انه الاورجينال فقط يعني بالصيدليه يعني تبقى بين أي شخص لا انه يعني فقط الاورجينال بالصيدليه هذا الكلام مو صحيح انه احتمال يكون النوعيه الافضل لا هو الصيدليه مو اختصاصها كوزمتكس يعني دا تقيسين إيه بس هو يقول لك انا ما اجيب الا من خبراء تجميل وهذا برا مو اصلي الصيدليه هي المفروض وفق القوانين اللي توضع يعني والشروط اللي موجوده هي فقط
يعدوه. اما موضوع المواد التجميليه والمكملات حاليا دي يجيبون كوزمتيك وشغلات ويجي مندوب يوقف يشرح حسب الصيدليه. اكو صيدليه كبيره فيحبون يسوون بيها شغلات أقسم. يجي المندوب او السوبرفايزر مال الشركه يشرح كذا شركتي كذا ترويج يعني حتى في سبيل انه تمشي الشركه شويه شويه فيشرح للموجودين ينطيهم سابولات صغار الناس تجربه. اكو منهم شغلات زينه ما شفت بالمولات موجوده كصيدليه يجيبوها واكو شفت منها محدوده انه فقط موجوده بالمولات. حلو حلو. عندك سؤال؟ ما يعني عندي سؤال ايضا مثير للجدل. يعني دمرتينا اليوم. لا بس اليوم دمرت الكادر الطبي. اليوم خلي دكتور اسماعيل اليوم لا لازم يدافع عنه. لا بالعكس وجودها جميل جدا ويانا وحقيقه بكل مصداقيه دا تتحدث اكيد احنا نشكرك. بس خلي اقول لك على موضوع يخص الاطفال خاصه الاطفال الرضع. اكو انواع اني لعرفة من الادويه اللي هي على اساس يعني بالاول الايام اللي احنا شلون يسموه بالعاميه يسموه مي غريب وما اعرف ايش يقال انه هذه بها نوع من الادمان والامهات كلها تنطي اطفالها لان يرتاحون الاطفال عليها وينام نومه طويله وهادئه. صح الكلام؟ هو صح موجود بها نوع من انواع المهدئات اللي تسبب للطفل على اساس انه الطفل في مرحله انه المي غريب هذا. اي نعم. مو بس حتى المي غريب اكو حتى قطرات الفينستيل هاي انصح الام انه خلص تبتعد عنها. الام اما تكون في فتره يعني الأربعين اللي هي انفاس نقول فالطفل يبدا يتغير نومته يعني يغير نومتها فتنزعج من صوته او تتعب نفسيا فتقول لك انا ما احسن بس هذا كله غلط ياثر عليه طبعا للطفل ويسبب له هوايه حالات من يكبر. بس بالنسبه للمي غريب نفس الحاله يعني ما اختلفنا احنا يحطون به مهدئات على حجه انه مهدئ للغازات. طيب انت اذا الحليب الام اوريدي هو حليب بصوره عامه يصير اي حليب بارد يسبب الغازات. حالات اكو طرق الى معد يعني معينه احسن مما تشتري له فينستيل وشغلات وتسببين لابنك في بالمستقبل يعني عده امراض. استخدمي له طرق على اجدادنا السابقه او على امهاتنا اللي كانوا يحطون الطفل وغيرها. نعم يحطون الطفل على ظهره او هيك شيء او حركات اكو لهم يعني اسهل من الادويه. دراسات حديثه موجوده بهاي الامور. اي بس انا قلت لك هي استفسار تشوفها بكل بيت كل وحده فينستيل قبل ما تولد حاطه العده هذه مال مي غريبه. والله جديات انا يعني مختلطه بكثير من النساء ولا عارفه انه يسبب ادمان والطفل ما ينام الا عليه وبعض اللي قالته الفينستيل وكذا هذا يسبب انسداد بالرئه او ضيق بالتنفس وغيرها من المشاكل. سعيدين جدا بتواجدك حقيقه ومعلومات قيمه جدا ووضحتينا كثير من الامور. شكرا حبيبتي سلسل. نورتينا دكتوره وشكرا جزيلا لك واللقاء ان شاء الله يتجدد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكركم واشكر قناه سهره. تسلمين دكتوره.